النهارده الخميس، بكره الجمعه الجمعيه العموميه الطارئه ان شاء الله. الجمعيه العموميه متوقع ليها تضامن قوي من الاطباء على مستوى الجمهوريه، متوقع كمان او زي ما بنسمع، مش توقع، احنا سمعنا فعلا ان في وفود كتيره من زملائنا اطباء الامتياز وزملائنا الطلبه عايزه تيجي. الجمعيه العموميه بتعقد طبقا لقانون النقابه، طبقا لقانون النقابة اللي ليه حق انه يدخل ويصوت هو اللي مسجل في النقابة اللي معاه كارنيه النقابة. للأسف الشديد دخول زملائنا الامتياز او الطلبة هيخلي الانعقاد بتاعها غير قانوني. طيب، فكرة ممكن يقفوا بره، متوقع ان الجمعية العمومية كمان تبقى زحمة قوي، يبقى في جزء من الاطباء ليهم حق الدخول واقفين لحد السلالم، فهيبقى زملائنا الطلبة او الامتياز واقفين فعليا في الشارع. ده ممكن يدي شكل للجمعية، بس الحقيقة ان انا قلقان عليهم جدا ان يبقوا واقفين في الشارع خارج الحدود بتاعة النقابة، يتعرضوا لاي احتكاكات، اي انعقاد للجمعية العمومية، حتى مش الجمعية العمومية دي اللي معروف انها جمعية عمومية ساخنة، اي انعقاد للجمعية العمومية بيبقى في حوالين النقابة كميات كبيرة من الامن المركزي. انا قلقانة جدا ان زملائنا الاعزاء، شبابنا واملنا في المستقبل، طلبة الطب واطباء الامتياز يتعرضوا لاي احتكاك. فاحنا طبعا سعداء جدا بتضامنكم، مش بس سعداء، يعني الحقيقه تضامن اطباء الامتياز وتضامن طلبه الطب يدينا امل واحساس ان المستقبل جاي، وان ان شاء الله الاجيال دي هيبقى ممارسه المهنه في الوقت اللي هم بيمارسوا فيه احسن. كل اللي احنا بنعمله علشان كده، علشان يبقى فيه طب بجد محترم في مصر للاطباء، لاطباء المستقبل، اطباء الامتياز وطلبه الطب، وللمرضى يبقى فيه منظومه صحيه بجد محترمه مش مهترئه بالشكل اللي احنا شايفينه. وعلشان كده احنا حريصين جدا عليكم، وانا عندي قلق ان يبقى في اعداد كبيره جايه لانها تتعرض، تقف بره وتتعرض لاي احتكاك، او وده هيخلينا طبعا هنسيب الجمعيه العموميه ونطلع نحاول نشوف الناس حصل لها ايه، وده هيعمل يعني لخبطه لسير الجمعيه العموميه. فانا عندي افكار ان التضامن بتاعكم ممكن يبقى عن طريق وفد صغير، 3 4 5 بالكتير، يجي في الفتره اللي هي من 10 ل 12، يعني من 10 الصبح بكره لحد ميعاد الصلاه، لان بعد الصلاه مباشره هتبتدي الجمعيه العموميه الاجراءات بتاعتها. وفود نرجو مش كبيره، لان الوقت ده برده هيبقى وقت تسجيل الناس اللي جايه من المحافظات. احنا الحمد لله عندنا يعني كلام مؤكد عن ان في محافظه جايه منها 100، محافظه جايه منها 150، محافظه جايه منها 200، فالوقت ده هيبقى وقت برده جوه النقابه مزدحم جدا. فنرجو ان احنا نكتفي بوفود رمزيه، وباقي الزملاء اللي تضامنهم مقدر جدا وهام جدا وعلى عيننا وعلى راسنا ممكن يغيروا صوره البروفايل بيكتشر بتاعتهم مثلا لادعم نقابه الاطباء، يكتبوا على هاشتاج ادعم نقابه الاطباء، يكتبوا على جروبات اللي مش اطباء برضو، مش عايزين نبقى مقفولين على نفسنا، خصوصا النهارده في تضامن مجتمعي واسع قوي. يكتبوا يفهموا الناس ان احنا لما بنتكلم على تامين المستشفيات بنتكلم على كرامه الطبيب، بس مش بس، مفيش مريض يقدر فعلا يتعالج في مستشفى بيجري فيها بلطجي بمطوه او بيطلع فيها فرد امن سلاح ميري ويشد اجزاء ويهدد باطلاق نار، مفيش مستشفى ممكن تشتغل وفي سلاح بيطلع جوه العنايه المركزه مثلا زي شفنا بالفيديوهات اللي حصلت في مستشفى في دمياط. اللي احنا بنعمله ده لاحترام المهنه والاحترام كرامتنا والاحترام كرامه كل المصريين لمستقبل احسن لمهنه الطب. واحنا عايزين نوضح ان احنا مش ممكن ناخد اي اجراء يضر بمريض، لان المرضى دول اخواتنا واولادنا وابهاتنا واهلنا، ومعاكم مع اطباء المستقبل ومع التضامن المجتمعي العالي ان شاء الله هيبقى في مستقبل احسن للطب في مصر.